السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وهنا وسعادة. النهاردة إن شاء الله هعمل لكم حاجة حلوة هتعجبكم جدا. هنخرج عن الشكل التقليدي للحلويات، بسبوسة، كنافة، كيكة. النهاردة إن شاء الله هعمل لكم عيش السرايا بطريقة سهلة خالص وبسيطة، وهتنجح معاكم، تنجح يعني هتنجح، وبجد طعمها فوق الروعة. أنا واثقة إن شاء الله إنها هتعجبكم. نبتدي بسم الله ونقول على المكونات. عيش السرايا عبارة عن طبقتين، طبقة من تحت طبقة السميد، وطبقة من فوق طبقة القشطة. احنا هناخد طبقة طبقة لوحدها بمكوناتها ونعملها لما نخلص نبتدي في الطبقة التانية. الطبقة الأولى هي طبقة السميد اللي من تحت، كوباية سميد، سميد البسبوسة العادي، كوباية سكر، كوبايتين مية، يبقى كوباية سكر كوباية سميد اتنين مية، وناخد ملعقة صغيرة فانيليا. اول حاجه نبدا هروح نكرمل السكر على النار. انا حطيت السكر على نار هاديه خالص عشان يتكرمل، اهم حاجه تكون النار هاديه. نستنى لحد ما تكرمل، ما نقلبش فيه ولا اي حاجه لحد ما يتكرمل، تكون الطبقه وبعد كده نبدا نقلب. هنا السكر بدا يتكرمل، اقلب. كويس عشان ما يتحرقش مننا ويبقى مرة كده في الوصفة. نقلب على طول كده، مسيبوش ولا ثانية، واهم حاجة تكون النار هادية على اهدى درجة على البوتاجاز. كده اتكرمل للدرجه اللي احنا عايزينها، ما نزودش اكتر من كده عشان ما يمررش. احط الميه، وفي الاول حطيت الميه بكوبايتين على السكر اللي اتكرمل. هو هيكلكع معانا الاول بس عادي، هيفك دلوقتي لوحده. هنهدي برضو عليها النار ونسيبه يفك. بصوا بدأ ازاي يفك لوحده. احط عليه سنة صغيرة من الفانيليا عشان تخلي النكهة وريحتها كويسة. اهو كل الكلكعة فكت، احط السميد، مش ولا كلكعة اهو زي ما احنا شايفين. اهم حاجة زي ما قلت يبقى على نار هادية. احط كوباية السميد، افضل اقلب على طول ما سيبهاش ولا ثانية. هتبتدي تتقل معانا. اهو افضل اقلب لحد ما تكون طلعت بقليل كده، بص في السم كده، خلاص اقفل عليها بس على كده. كده خلصت الطبقة الاولى. بعد كده اخدها كبها هنا، اهم حاجه لكبها على وهي سخنه عشان ما تنشفش معانا، لو نشفت معانا مش هترضى تنزل. بص وهي سخنه على طول كده. اهو انا خلاص كده سويتها كويس. انا حطيتها في الصينيه دي، انت اي صينيه عندك حطي فيها، ممكن تحطها في صينيه زي كده بايركس، حتى لو حبيت تحطيها في كده
في بتاع الجلدة، تحطي طبقة السميد من تحت فوقها طبقة القشطة، بتطلع برضو كويسة يعني في أي حاجة، يعني ما تتقيدش بحاجة معينة. هروح بقى دلوقتي نبتدي في الطبقة تانية، طبقة القشطة نكون هنا على جنب. الطبقة تانية طبقة القشطة، هاخد كوباية ونص لبن، كل كوباية ونص لبن ليهم 3 ملاعق نشا ولهم 3 ملاعق سكر، واخد رشة صغيرة فانيليا وعلبة قشطة. دي الطبقة التانية. هنبتدي بقى نحط اللبن، وعليهم 3 نشا. اهم حاجة اقلب كويس على البارد مش على السخن مش على النار. اهي لحد ما داب كل النشا في اللبن، احط 3 سكر ورشة الفانيليا الصغيرة. اقلب برضو. دلوقتي هاخدها احطها على النار، وبرضو على نار هادية، وافضل اقلب ما سيبهاش ولا ثانية. اهو جبت النشا باللبن بالسكر ورشة الفانيليا، واسيبهم على نار هادية وافضل اقلب كده. اهو استنى لحد ما بيجبد الدرجة دي كده. ابتدي بقى اخده هنا على جنب شوية، احط عليها القشطة كده. افضل على النار اقلب. اهم حاجة عندي ان طبقة القشطة ما تفصلش خالص عن طبقة النشا. يعني بصوا كده لما قلبت بسرعة ما فصلتش خالص. اهو لحد ما اطلع الفقاعات دي، هي دي كده، اخده واروح احطه على طبقة السميد. ابتدي احط الطبقة التانية. احطها كويس. اهي كده اسويها. تساوت امسح اي زوائد عشان يبقى شكلها حلو كده. استناها تبرد 2 دقيقة بس وهنعمل حاجة تانية هرجع اقول لكم عليها. اسفة يا حبايبي بس التليفون فصل وانا كنت بصور. انا اخر جزئية قلت لكم بعد 2 دقيقة هوريها لكم. هي بعد ما هديت مني حطيتها في التلاجة لمدة 5 ساعات، يعني هي بقى بنحط الطبقات نستنى تهدى كده شوية كده نحطها في التلاجة لمدة 5 ساعات. اديني خرجتها بعد 5 ساعات. دلوقتي نبتدي بقى التزيين. التزيين حسب الموجود عندك. هو في الاساس هنحط فستق، بس ما كانش موجود فستق حط اي انواع مكسرات من اللي عندك براحتك، حطي عليها اللي انت عايزاه. انا بقى هحط عليها قشطه من فوق كده وبراحتك برضه، ما كانش عندك قشطه تاني ممكن تحط المكسرات بس الموجوده عندك. افردها على وشها بس انا حبيتش تكون تقيله عليك، ما تحطوش القشطه تاني، حط المكسرات اللي عندك وبس على كده وقدميها. بس زي ما قلت لكم هي في الاصل فستق.
وخلاص بعد ما حط القشطة عليها دوب أخذت نص العلبة، حاجة بسيطة يعني. ابتدي بقى نفتحها. بسم الله ما شاء الله، شايفين؟ صراحة ما عنديش غير جوز هند هحطه عليها. وانت زي ما قلت لك موجود عندك، حطيه في فول، في جوز هند، اي حاجه. تزيين ده بقى حسب الموجود عندك. اهي بصوا، بسم الله ما شاء الله شكلها حلو ازاي، الطعم انما ايه. صدقوني لما تجربوها هتعجبكم جدا. اولا اكلها بتحطي شير من الشير العادي بتاع البسبوس عليها. تاكليها بألف هنا وشفا. يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس والتعليق. سلام.